صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. حياكم الله أخوتي وأساتذتي ورجال العشائر الأبطال وأخوة المجاهدين في سرايا السلام. في هذه المناسبة الكبيرة، وهي افتتاح مكتب المولى المقدس في بغداد الرصافة، كي ننال شرفية هذه الخدمة التي بفضل الله سبحانه وتعالى بقيت ولا زالت إن شاء الله تعالى على عاتقنا. فشكرا لكل الجهود المبذولة، وشكرا لسماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر على هذه النعمة وتجديد العمل في هذا المكان، مكان الشهداء، مكان الجرحى، مكان الجمعة المباركة هنا في جامع المحسن التي أريقت فيها الدماء الزاكيات. والكل يستذكر تلك الأيام التي تداولتها حتى المظلوم وحتى الظالم قد تداولها، لأن كان فيها القوة والعنفوان والإرادة، لأن كان فيها اسم محمد الصدر، اسم الإخلاص، اسم الدين، اسم الوعي الحقيقي. ولذلك سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر ولعل التنمين قالوا لماذا افتتح مكتب الرصافة بعد مكتب النجف؟ لأنها عندما افتتح مكتب الشهيد الصدر في الحكمة كان هو المكتب الثاني. فلذلك سماحة الزعيم العراقي بقي على هذا العهد مع سماحة المرجع السيد الولي المقدس محمد الصدر حتى نلوذ بهذا الاسم الكبير ونلوذ بهذا المكتب إن شاء الله تعالى كلنا. ونحتاج أيضا إلى جهود مبذولة للمرحلة القادمة، وأنتم تعلمون المرحلة القادمة هي أصعب من المرحلة السابقة. فكلنا إن شاء الله تعالى نحس بالمسؤولية ونشعر بالمسؤولية التي ملقاة على عاتقنا، سواء كنا من رجال الدين أو رجال العشائر أو رجال السرايا أو القواعد الشعبية. كلنا نبقى إن شاء الله تعالى على العهد مع قائد المفدى الزعيم العراقي مقتدى الصدر. وكذلك أجدد الترحيب مرة أخرى بكل أخوتي من رجال الدين والعشائر والسرايا على تجشمهم العناء. الكثيرين ربما يكون أماكن بعيدة، لكن هذا الذي جاء بهم هو اسم محمد الصدر، الذي جاء بهم هو الخدمة لهذا الخط العريق الكبير إن شاء الله تعالى، كي يجددوا العهد مع السيد محمد الصدر ومع سماحة الزعيم القائد مقتدى الصدر، وكذلك مع الحوزة الناطقة العلمية الشريفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبالإجابة جدير، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.